بلغت حاليا عملية الإصلاح المصرفي مرحلة التعزيز، مما يمكننا من تقييم الإنجازات التي سجلتها البنوك العمومية في مختلف المجالات. وأذكر على سبيل المثال إلى نهاية سنة 2020 بالمؤشرات التالية، حيث بلغت القروض البنكية 9500 مليار دينار جزائري، 75% منها موجهة لتمويل الاستثمار. شبكة البنوك العمومية بلغت 1178 وكالة بنكية منتشرة على مستوى جميع أنحاء الوطن. معدل استخدام الخدمات المصرفية على المستوى الوطني يقدر بوكالة واحدة لكل 26,000 نسمة، وهو معدل كما تلاحظون بعيد كل البعد عن المعدلات الدولية. عمليات السحب التي تمت عبر الانترنت بلغت 5 ملايين معاملة، وتجاوز عدد أجهزة الدفع والسحب الآلي للدابل جاب 3500 وحدة، أنجز من خلالها 58 مليون عملية سحب.